ما هو موقف الصلاة والسنة النبوية من كف اليد أمام زوج أخت الزوج وزوج الأخت علما بأني متنقبة وملتزمة وعلما بأني إذا ظهرت أمامهم أكشف وجهي فقط دون تبرج وهذا لأداء واجبات الضيافة دون الاختلاف المعروف وعلما بأن جلوسي معهم قد أدى إلى تحسن ملحوظ في التزامهم هم أيضا من بعض نواحي الدين نظرا بما أوصيه من بعض العظات والتذكرة جزاكم الله خيرا. من أعظم أنواع الحجاب ستر الوجه لأن الوجه هو الزينة وهو محل نظر الرجال من المرأة والذي يدل على جمال المرأة أو دلالتها فهو مجمع المحاسن فتغطية الوجه من أعظم أنواع الحجاب وكشف الوجه نقص كبير في الحجاب التي لا تستر وجهها وتستر بقية جسمها تكون متحجبة حجابا ناقصا نقصا عظيما وهي حجابها ثغرة كبيرة على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كان زوج أختها أو كان أخا زوجها أو أي كان ما عدا أن استثناه الله من أبي زوجها أو ابن زوجها أبو الزوج أو ابن الزوج الذي ليس منها فلها أن تكشف عندهم لأنهم محارم لها أما من عداهم أخو الزوج أو أخو زوج الأخت أو عم الزوج أو غير ذلك من أقارب الزوج فإنه حرام عليها أن تكشف عندهم وأما كونها تلقي عليهم العبارة أو تضيفهم فهي تفعل هذا الشيء وهي محجبة وهذا من تمام العبرة أن تكون محجبة.